الخروج من نفق مظلم إلى نور النجاحات والاستحقاقات يقتضي وجود رجال أكفاء في جميع المجالات. عاد الإعلامي حفيظ الراجي للحديث عن التراجع الكبير الذي يشهده قطاع الشباب والرياض باعتباره أحد المجالات الهامة في الاستثمار والعلاقات بين الدول. معلق بيان سبورت القطرية ناشد لإحداث ثورة في الرياض وتحدث في مقال بموقع الجزائر عن النقائص والاختلالات التي تعاني منها كرة القدم الجزائرية، وصرح قائلا أن انعدام الاستقرار الإداري على مستوى وزارة الشباب والرياض وعدم احترام القوانين والصلاحيات تسبب في ازدواجية المناصب وفشل أعضاء المكتب الفيدرالي. وبالعودة للنكسات والانكسارات، عاد للحديث عن الفشل الذريع الذي زاد الجرح عمقا بخروج المنتخب الأول من كأس أمم إفريقيا بالكاميرون وعدم التأهل لكأس العالم قطر 2022، ناهيك عن خسارة الشان وغياب منتخب أقل من 20 سنة عن بطولة إفريقيا في مصر. إعادة الهيكلة والرسكلة في المنظومة الكروية بات ضرورة حتمية لتحقيق المبتغى، فكرة القدم لم تعد مجرد لعب، والجزائر تستحق الأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.